أمل ما بتكسب يا عم. بلعبها كسبت. شو مصطفى؟ كنت خايف يقتلها؟ عرفت ليش هي عشقانة؟ لأنه وراها هيك أب. مصطفى بتطلق أمل فورا. إيه عم يطلقني منه؟ بالأول بدك تبري من المتأخر. أنا مالي سائل على المصاري، بس إذا بريته بنتي تثبت التهمة علينا. التهمة ثابتة والمكاتيب موجودين، وإذا بدك بنتك تظهر براءتها شو عليه؟ بتحلف يمين قدام شيخ الحارة والكبارية. شو جنيتي؟ بدك تعملينا فضيحة وتخلي سيرتنا على كل لسان؟ وين المكاتيب؟ المكاتيب عندي، رح جيبهم. مصطفى تعطيه مكتوب بيقرأ، بيخلص قرايته تستلمه بتناوله التاني. عمرك يا عمو. تأخروا كتير يا أبو الأس. شو هي تأخرها؟ لأنه أنا مسافر بهاليومين. خلاص مسافر؟ قبل وين يلا السلامي مسافر؟ سافر لفوق. لفوق؟ إيه لفوق، بس مو لفوق يلي أنتو بتفهموها، لا لفوق يلي بقصدها أنه لفوق مستوى البشر. أنا فهمان عليك مزبوط. هلا بلع لك ولا اسمع لقول لك، شباب القهوة بكرة ناطرينك، وأبو دياب مخبي لك كم بطحة عرق، يعني على كيفك. الله يهديها لأبو دياب، تأخر كتير بس مقبولة منه. اسمعوا لا اسمع، الحديث اللي حكيته مع الشباب هديك اليوم مأثر فيهم على الأخير، عامل مفعوله. يا ملعونة، الكل عم يحكوا عنك. والله يا أبو القاس أنا ما عاد يهمني شيء، يعني ما بقى يهمني لا أنت ولا الشباب ولا حتى كل الناس. ها يعني عم تتقل حالك علينا هلا؟ بالعكس أنت الصادق، أنا عم خفف. عم تخفف؟ لك اشتهيت مرة واحدة، اشتهيت مرة واحدة تحكي معي حديث واستمتع فيه. دايما بتحط اللي فيه الغاز واحاجي، بدك شياطين الزرق لحتى تفكها. تشرب شوي. اساسا كنت جاي لعندك مشان اقعد انا وياك نشرب كاسة شاي وقول لك كلمتين لازم اقول لك ياهن قبل، بس اجلت الموضوع لبكره حتى نشوف الشباب. ابو ياس إذا بكرة ما لحقتني اعتبر هالكلمتين مو من نصيبك.